السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنبدا ان شاء الله نشرح النهارده اول سيستم في الشوب درونج، الا وهو اللايتنج سيستم. كنا المفروض شرحنا في المحاضره التعريفيه ان في بعض الداتا لازم تكون موجوده معانا، فاحنا المفروض عشان نبدا في السيستم بتاع اللايتنج نعمل له الشوب درونج اللوحات التنفيذيه بتاعته، لازم يكون ندرس التصميم كويس جدا ونشوف ايه الداتا اللي ناقصه معانا علشان نبدا نعمل الشوب درونج. تمام، دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ على اساس الحاجه اللي ناقصه معايا هبدا اعمل بيها ار اف اي وابعتها للاستشاري. وطبعا عرفنا الار اف اي دي اللي هي ريكويست فور انفورميشن، عرفناها بالتفصيل هي ايه. تمام، طيب المفروض علشان ندرس التصميم كويس جدا لازم اعرف بعض الحاجات اللي على اساسها هدرس التصميم. اول حاجة علشان ابدأ اشتغل، انا هدرس التصميم لكل سيستم لوحده. يعني ما اجي اشرح اللايتنج دلوقتي هشرح ايه الداتا اللي تكون معايا عشان اعمل الشوب درونج اللي انا اراجع عليها التصميم. برضو لما اجي اشرح الباور هعمل نفس الكلام. لما اجي اعمل فاير الارم اشوف برضو ايه الداتا اللي مطلوبه علشان ابدا اعمل الشوب درونج بتاعها لكل سيستم لوحده. انا المفروض اعمل للمشروع كله، بس علشان خاطر الناس ما تتلخبطش، السيستم اللي هنبدا فيه نشوف ايه الداتا اللي مطلوبه مننا علشان نبدا نعمل الشوب درونج. قبل ما ابدا في الموضوع بتاع الشوب درونج، اتمنى ان انتم تشتركوا في القناه، لان اللي بيشترك ويفعل زر الجرس ويبعت شير لزمايله هينوبوا نفس الثواب اللي بالظبط اللي انا بشرحه. تمام، يعني اكنك تعبت نفس التعب اللي انا بشرحه. طيب نبدا بقى ان شاء الله على بركه الله. احنا علشان نعمل نحضر الداتا اللي مطلوبه مننا ونبدا نراجع التصميم محتاجين بعض الحاجات. ايه هي؟ اول حاجه الليجنت بتاعتنا لازم تكون كامله وفيها الديسكريبشن التعريف بتاع كل كشاف، دي رقم واحد. تاني حاجة عايزين ندرس التصميم من ناحية البانل بورد اللوكيشن بتاعتها. كل بانل بورد وكل لوحة مغذية كام لينية اضاءة. تمام كده. طيب تالت حاجة معانا عايزين نعرف الكتالوجات اللي معانا عبارة عن ايه، لازم الكتالوجات تكون موجودة. تمام، طيب بعد كده عايزين البانل سكادول او السنجل لاين دياجرام علشان خاطر نعرف الوايرنج المطلوب كام في كام وكام سيركتس في اللوحه. تمام، لازم كل ده يكون مطابق، ان السنجل لاين دياجرام او البانل سكادول تكون نفس السيركتس اللي في البلان. يعني لو عندي 12 سيركتس في السنجل لاين دياجرام يكون هنا 12، لو عندي 7 يكونوا برضو هنا 7 وهكذا. تمام، الحاجات دي لازم تكون موجودة. وبرضو هنراجع من ناحية السيمبول بتاعت الكشافات اللي في الليجن، لازم تكون نفس السيمبول اللي موجودة في البلان. لو حاجة ناقصة لازم اشوف الناقص في ايه وابدأ اتناقش فيه. تمام كده، او ابعت RFI للاستشاري. طيب اول حاجة هعملها اللي احنا هندرس التصميم دلوقتي من ناحيه كمعماريا دخلت المبنى منين. طبعا عرفنا ان المشروع ده مشروع مستشفى. تمام، مشروع كبير هنشتغل فيه عملي، يعني عملي بحت. تمام، مفيش اي نظري ولا سلايدز خالص. تمام، طيب المفروض دلوقتي هندرس المعماري، وهندرس اول حاجه دلوقتي اللوحات اللي مغذيه المبنى، كل لوحة بتغذي فيهم ايه. طيب اول حاجة المشروع اللي معانا المستشفى ده، هنبدأ اول حاجة ده معانا الدور البيزمنت فلور، بيزمنت فلور لايتنج. طيب بعد كده معانا الدور اللي بعده اللي هو الدور الجراوند فلور لايتنج. طيب نبدأ من دور الجراوند نشوف فين دخلات المبنى، ندرس المعماري. ادي معانا دخلت المبنى اهو، ادي ده شكل الباب
وادي كام سلمة اهم، تمام. بتخش طبعا منين؟ على طول هنا، ده صيدلية، فارماسي مكتوبة اهي، تمام. طيب هنا برضو نفس الكلام، دي دخلت مبنى، ده كده عيادة، تمام. من العيادة طبعا انت بدل دخلت هنا كده اهو، ده عبارة عن ايه؟ بتدخل من هنا برضو، ادي عيادات، كل ده كده عيادة. يعني انت دخلت من المبنى كده هتلقى كل اللي موجود ده عيادات اهو، زي ما انتوا شايفين، عيادات اهو، كلينيك، عيادة بقى اسنان، وعيادة طبعا عارفين كل ايه، كل الحاجات دي، تمام. دي من ناحية المعمارية. طيب ايه تاني؟ فين دخلت البيبان تاني؟ نشوف فين دخلت باب تاني، يبقى عرفنا في دخلة من هنا وعرفنا في دخلة من هنا، فين تاني؟ ندرس الموضوع كويس جدا. طيب هنا برضو في دخلة، تمام. فين تاني؟ اهو هنا في دخلة اهي، هنا في دخلة اهو، الدخلة دي على طول ايه؟ ويتنج اريا، تمام. من الويتنج اريا ادي باب اهو، تبدأ تخش على فين؟ على الاماكن دي كلها. ده كده الشكل بتاع الاليفيتور، الاسانسير، تمام كده. طب بتخش على هنا، تبدأ بقى تروح لمين؟ ده اكس راي اللي هو الاشعة، تمام. طيب تبدأ ممكن تخش من هنا، ادي باب، لو دخلت من هنا هتبدأ بقى تلقى الاوض والحاجات دي كلها، تمام اهو. ادي هنا ده جيم اهو، تمام. تمشي من هنا كده، ده ويتنج اريا، تمام. طيب لو انا جيت مشيت كده، ده كوريدور اهو، تمام. ده طبعا ايه؟ ده ستور، مخزن اهي، تمام. بتمشي كده طبعا، ده السلم. طيب مشيت كده، يبقى انت كده بره، يبقى دي برضو داخله، تمام كده. طيب ايه تاني؟ طبعا انت لما تيجي دخلت من هنا، برضو لما تيجي بتدخل من هنا بتلقى ايه؟ بتلقى كل الحاجات دي اللي هي الكلينك دي، بتمشي هنا، كل ده العادات اللي انت ماشي عليها، وده طبعا كوردر اهو، تمام. ادي ماشي اهو، كل ده كوردر، وطبعا دي برضو داخله معانا، تمام. وده شكل سلم، وده شكل اليفيتور، تمام، اللي هو الاسانسير. ادي كام سلم؟ ادي واحد، ادي ده التاني، ادي ده سلم تالت، ادي ده سلم رابع. ده بالنسبه لدور الجراوند. بالنسبه لدور الفيرست، طبعا انت بقى ايه؟ بتبدا تطلع في الادوار. ده من ناحيه الدراسه المعماريه. طيب عايزين بقى ندرس اللايتنج نفسه، اللوحات اللي موجوده بتغذي ايه، بمعنى اصح الدور فيه كام زون، تمام كده. طيب هنيجي نبدا الدور، طبعا المشروع كبير جدا كذا دور، فاحنا هناخد دور واحد بس اللي هنطبق عليه كشوب درونج من الاول للاخر، اللي هو اللي هندرسه. هندرس دور السكند فلور لايتنج. طيب هنشوف كام لوحه في الدور. هنا عندنا ادي لوحه، ده ستور، الستور ده المهندس التصميم اختار ان المخزن ده هيكون في لوحات، تمام كده. طيب اول لوحه معانا كاتب اسمها بتكست اهو، اللي هي ان ال بي 1 سكند. يعني ايه بقى اسم ان ال بي 1 سكند؟ ان دي معناها نورمال، ال بي دي يعني ان هي لوحه اناره، 1 دي 1 يعني دي، ممكن بتختلف من اسم لاسم. واحد هنا معناها ايه؟ معناها ان هي اللوحه دي مغذيه سيركتس لزون 1، وهنعرف زون 1 يعني ايه. سلاش اس دي يعني سكند. يعني ايه سكند بقى؟ يعني ده الدور الثاني. لو هي في الدور الاول هتلاقيها فيرست اف، لو في الدور الثالث هتلاقيها ثيرد فلور اللي هي تي اتش، وهكذا. طيب دي بالنسبه لان ال بي 1 سكند. طيب تعال نشوف ان بي بي 1 سكند يعني ايه؟ ايه الفرق ما بين جي ودي؟ بي بي يعني باور، لكن ال بي يعني لايتنج، تمام كده.
يبقى اللوحة دي اللي هي دي بتغذي باور. طب اللوحة دي بتغذي مين؟ بتغذي إنارة. طيب تعال نشوف اللوحة التالتة دي بتغذي ايه. اللوحة التالتة دي اللي هي ELB1 second. يعني ايه ELB؟ دي قلنا اللي هي لايتنج بانل، يعني لوحة إضاءة. الاي دي معناها ايه؟ معناها اللي هي emergency، يبقى دي لوحة طوارئ. تمام كده، لوحة طوارئ. طيب دي بالنسبة للوحات هنا. طيب تعال نشوف بقى في لوحات تانية في المبنى. ادي ستور تاني في لوحات. هنا بقى مكتوبة ايه؟ مكتوب هنا لوحتين بس، NDB2 second. يعني ايه دي بي بقى؟ اللوحة الدي بي دي يعني بمعنى صح ممكن تكون بتغذي لايتنج وباور، عشان كده مسميناها دي بي. وان دي عرفنا اللي هي نورمال. طيب يعني ايه اتنين بقى؟ اتنين يعني دي زون اتنين، ان اللوح ان الدور ده متقسم لاتنين زون، تو زون. تمام كده، زونه بتتغذى من اللي هي رقم واحد اللي هي هنا الاسم اللي هو رقم واحد، وزونه تانية من اللي هو الاسم رقم اتنين. تمام. طيب هنا ELB2 second يعني ايه؟ يعني قلنا اللي هي ELB يعني لايتنج، الاي دي يعني emergency، يعني دي لوحة اضاءة لإمرجنسي طوارئ. تمام. طيب دي اول حاجة. يبقى احنا كده عرفنا ان المبنى ده متغذي من كام زون؟ متغذي من اتنين زون، في اتنين مخزن، غرفتين مخزن، كل غرفة فيهم بتغذي، كل لوحة فيهم بتغذي منطقة معينة. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ان اللوحة دي بتغذي لغاية فين، عايز اعرف الكلام ده مهم جدا. تمام كده، عايز اعرف بتغذي لغاية فين. طب اعمل ايه؟ هشوف. ادي اول حاجة NLB1 second دي بتغذي كام سيركس؟ نشوف. ادي معانا NLB1 second اهي، NLB1 second دي الاسم الاولاني اللي هو اللي تلاتة دي اللي هي رقم السيركتس او رقم اللينيا. تمام. طيب اللينيا دي رقم كام؟ او السيركتس دي رقم كام؟ رقم تلاتة. طيب ايه تاني معانا هنا؟ رقم اربعة بنفس الاسم. طب هنا رقم خمسة. طيب في ايه تاني؟ هنا رقم اتنين اهي، L2 NLB1 second. تمام. طيب هنا L1 ل NLB1 second دي بالنسبة لمين؟ للوحة دي. هنا L8 NLB1 second. طيب هو انا دلوقتي السؤال هنا، هل هقعد في كل لوحة ابص بقى دي بتغذي كام لينيا والكلام ده؟ هقولك لا، احنا نعمل امر في الكاد، امر هيسهل علينا كل ده. احنا لو جينا خدنا اللوحة دي كده، دوسنا عليها كليكتين بالماوس، كليكتين شمال، ودوست كنترول ايه من لوحة المفاتيح، كنترول سي. تمام كده، في امر في الكاد اسمه فايند. لو عملت امر فايند FIND enter وجيت خدت الاسم ده هنا وحطيته كنترول في، مجرد ما خدت الاسم وحطيت كنترول في وكتبت هنا فايند، رحت علمت عليها، هيظهر لي اي حاجة ليها علاقة باللوحة دي، هعرف من هنا بتغذي كام سيركتس بالظبط. هنا عندي كام اهو، ظهر لي العدد اللي هي 11. طيب تعال نشوف ال 11 دول فين. 11 دي اللي هي L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 وال10 واسم اللوحة. يعني معنى كده ان هم 10 سيركتس. هتقولي ليه موجود 11؟ هقولك لان دي اتعدت معاهم. لو جيت عملت دوست من هنا كده، لو دوست على اللي انا معلم عليها دي كده، دوست عليها، بص اللي هيحصل ايه، اللي هو هيعلم لي على كل السيركتس دي اهو على طول. تمام. يبقى دلوقتي عرفنا ادي الاربعة على طول ظهرت معايا، L3 L5 من غير ما اشوف، L6 كل اللي ظهر معايا بامر فايند، L2
ال 8 ال 7 ال 10، كان اخرنا 10. طب ال 10 دي واخده كام كشاف؟ واخده ده وده 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 وده. يبقى احنا كده فهمنا من ايه؟ فهمنا ان دلوقتي ان اخرنا رقم 10 والزونه متقسمه لغايه فين؟ لغايه هنا بالظبط اللي هي الحته دي. يبقى هو واخد الجزء ده زونه، واخد الجزء ده زونه. عرفنا منين؟ من ان ال بي 1 سكند. عملنا امر فايند ظهر لنا كل البنا، كل السيركتس اللي متغذيه منين؟ اللي متغذيه من اللوحه دي. تمام كده؟ طيب عايزين نشوف برضو الاي ال بي 1 سكند. تمام كده؟ متغذيه من فين؟ او كام سيركتس فيها؟ لو جينا دوسنا عليها كليكتين شمال كنترول اي كنترول سي، هندوس امر ايه؟ فايند اف اي ان دي انتر، او عامل كنترول في هنا اهو كنترول في، او جاي عامل ايه؟ فايند. شوف دلوقتي هيظهر لك كل الارقام السيركتس واللينيات او اللينيات اللي في اللوحه دي. تمام؟ هنا يعتبر ما ظهرش حاجه. نشوف العيب من فين. العيب من فين بقى؟ لازم يكون في هنا مشكله. هو ظهر هنا النقطه دي بس اللي هي اسم اللوحه. ليه بقى؟ هو هنا دي emergency. عرفنا منين اللي هي emergency اللي هو بالاحمر ده؟ لو جينا وقفنا عليها كليك وقفنا عليها كليك شمال بالماوس وظهرنا هنا اسمها emergency wiring. تمام كده؟ طيب اسم السيركس هنا اسمها ال 2، لكن اسم البانل هنا مش موجوده، مش موجوده، فبالتالي علشان كده ما ظهرتش معانا. تمام؟ اهو اسماء البانلز ما ظهرتش معانا. يبقى هنا فيها مشكله. المفروض هنا بدل من الزهره حاجه من الاثنين، يا اما لاير مختفيه او مشكله جايه من التصميم. تمام كده؟ بس احنا كده كده عرفنا من النورمال ان اللينيا او الزونه بتاعتنا لغايه هنا اللي هو الجزء ده كده. طيب لو جينا عملنا سيرش بان ان بي بي 1 سكند هيظهر لي حاجه؟ مش هيظهر لينيات. ليه بقى؟ لان دي لوحه باور المفروض تظهر في البلان بتاع الباور. تمام كده؟ طيب تعال بقى نخش على اللوبه الثانيه. فين اللوبه الثانيه؟ اللوبه الثانيه اللي هي دي اللي هي اللوحات دي. هنا بقى ايه؟ اي ال بي 2 سكند. طيب هنا بقى كان اي ال بي 1 سكند من الزهره معايا. هنا بقى بناء عليه ما عرفتش ان الامرجنسي لغايه فين هنا، لكن هنا اقدر اعرفها. فبدل قدرت اعرف الزونه اللي بتتغذى من هنا، عرفت برضو اللي بتتغذى من هنا. تمام؟ هنعملها ازاي؟ نفس الكلام اهي، هاخدها كده. تمام؟ كنترول A كنترول C او عامل امر فايند اف اي ان دي انتر، وقوم جاي عامل ايه؟ كنترول V اهو كنترول V. مجرد ما عملت كنترول V المفروض كل السيركتس اللي مربوطه على البانلز دي هتظهر معايا دلوقتي. اهو كام سيركتس مكتوبه؟ 11. لو عملنا اوكي كده وجينا هنا على الحته دي دوسنا عليها كليك شمال هيظهر لي دلوقتي هيعلمني على كل السيركتس اللي على اي ال بي 2 سكند. تمام؟ اخرها فين؟ اخرها هنا. تمام؟ اهي ال 1 اي ال بي 2 سكند. يبقى فعلا ان البلان هنا متقسم لاثنين. كده كده على فكره ما تفتكرش ان التصميم بيجي لك على طبق من ذهب، لا، التصميم لازم بيكون في مشاكل. تمام؟ فهنا قابلتنا مشكله حليناها عكسها. احنا عرفنا ان الزون هنا في الامرجنسي فين؟ يبقى خلاص في الزونه رقم 2، يبقى الباقيه هتبقى رقم 1. تمام كده؟ طيب ادي رقم 1، ادي رقم 3، ادي رقم 5، ادي رقم 4، ادي رقم 6، ادي رقم 7،
ادي رقم 8 وهكذا، هما كده كده 10 سيركتس. تمام كده؟ طيب نفس الكلام برضو لو على ان دي بي 2 سكند، نفس الموضوع بالظبط هنعمله بامر فايند، بامر فايند. تمام كده؟ طيب يبقى احنا اول حاجه عرفنا خلاص ان لو جينا عملنا ريكتانجل كده ار اي سي انتر، تمام، هاجي اقوم عامل كده، يبقى دي كده الزونه الاولانيه. تمام، اجي اخدها سي او انتر واقوم جاي عامل كده، يبقى دي كده الزونه رقم 2. تمام كده، يبقى الزونه دي متغذيه من لوحه، من اللوحه اللي هنا، والمربع ده كده متغذي من اللوحات دي. طيب دلوقتي اللوحات دي عايزين، دلوقتي احنا كده درسنا اللوحات، عرفنا ان المصمم ده مديني لوحتين، كل لوحه بتغذي زونه. طيب عايزين نعرف بقى الوايرنج بتاع الواير بتاع اللايتنج ده قد ايه. تمام، طبعا هو معروف كده كده 3 في 3، بس احنا برضو عايزين نتاكد. نعرف منين؟ من حاجتين، لازم يكون معانا لا اما بانل سكادول لا اما سنجل لاين دياجرام، لا اما بانل سكادول لا اما سنجل لاين دياجرام. ليه؟ ده اللي هيوضح، ده اللي هيوضح الوايرنج بتاعك كام في كام، والسيركت بريكر بتاعك كام في كام. تمام كده؟ طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ لازم نروح نشوف السنجل لاين دياجرام اللي معانا او البانل سكادول. هنروح فين؟ ادي معانا بانل سكادول اهي. تمام؟ طيب دي بانل سكادول. طيب دلوقتي البانل سكادول دي كبيره جدا، السنجل لاين دياجرام قصدي، السنجل لاين دياجرام ده كبير جدا. هقعد بقى ادور على اللوحه لوحه؟ هقول لك لا، هعمل ايه؟ برضو بامر فايند، امر فايند. هعمل ايه؟ هشوف اللوحة اللي انا عايز اعمل عليها سيرش، اللي هي وليكن ان ال بي 1 سكند. هاجي اخدها كده كنترول اي كنترول سي، اروح بقى على اللوحة اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها لايتنج نورمال دي. تمام، هي هنا. طيب اعمل ايه؟ اعمل امر فايند اف اي ان دي انتر، وقوم جاي عامل ايه هنا كده كنترول في واقول فايند. المفروض اهي ظهرت لي، قوم جاي عامل ايه؟ دايس على دي، مجرد ما دوست على دي كده اهو ظهرت لي اللوحه اللي هي ان ال بي 1 سكند. تعال نشوف دي مغذيه ايه؟ مغذيه كامل سيركتس بقى اهي. قال لك ان الكابل اهو، ان العموم اللي مغذي اللوحه اسمه 4×4. تمام؟ مليمتر كبر بي في سي على بي في سي، ماشي. طيب ده طبعا هنشرحه بالتفصيل في البانل سكادول قدام شويه، بس احنا بندرس. طيب عندي هنا كام سيركت؟ بيقول لك اكس 12. يعني ايه اكس 12؟ يعني عدد 12 سيركتس. طيب لايتنج في منها 2 سبير، يبقى اللوحه السيركت دي فيها كام؟ اللوحه دي فيها كام؟ فيها 12 خط، في منهم 2 سبير، يعني معنى كده الاصليين كام؟ 10. طب انا عايز اتاكد من الاصليين دول 10، اعمل ايه؟ هاخد اسم اللوحه دي واروح في البناء نفسه واعمل ايه؟ واعمل فايند باسم اللوحه اللي هي دي، هنشوف يطلع كام سيركتس معانا، يطلع 10 ولا لا. فايند، هقول له برده كنترول في واقول له فايند، المفروض يطلع 10 سيركتس. ليه؟ لازم تطابق السنجل لاين دياجرام بمين؟ باللوحه بتاعتك. هنا طلع لي 11، بس تعال نشوف 11 ليه؟ ادي رقم 1، ادي رقم 2، ادي 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 دي اللي هي ايه؟ اللي هي اسم اللوحه نفسها. يعني معنى كده ان السنجل لاين دياجرام بتاعنا مطابق للبلان بتاعنا، فمعنى كده ان الدنيا معانا مظبوطة. عرفنا ان كده اللي احنا العشرة سيركتس اللي في البانلز دي كام في كام؟ 3×3، ماشي. والكابل بتاعنا 3 في كام؟
السيركت بريكر قصدي بتاعنا 16 امبير. كام في الواير بتاعه؟ كام؟ 3 في 3. نوعه بي في سي، كبر على بي في سي. دي اول حاجه عرفناها. طيب دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للوحه ان ال بي 1 سكند. طيب تعال نشوف لمين؟ للوحه الزونه الثانيه. تمام. طبعا في الامرجنسي المفروض نفس الكلام. نخلص بس دي الاول، نروح للامرجنسي اهو. في برضو سنجل لاين دياجرام اهو اسمه امرجنسي لايتنج، نعمل نفس الكلام بالظبط. ادي فايند، تمام، ونعمل بعد كده كنترول في، تمام، بنفس الاسلوب اف اي ان دي انتر، قام عامل كنترول في اهو، ظهر لي الاسم، قام عامل فايند، هيظهر لك برضو نفس الموضوع اللي حصل هنا. ايه؟ ظهر لك واحده بس، يبقى هنا اصبح في مشكله معانا، تمام، ان اللوحه مش موجوده. اي ال بي 1 سكند اهو. ساعات التكست مش ما بيكونش مطابق قوي، او تكست نورمال، تكست مثلا كابيتال مكتوب حرف كابيتال وحرف سمول، فساعات ما بتظهرش. لو ما ظهرتش ممكن تبص بعينك. فهي اي ال بي 1 سكند مغذيه ايه؟ مغذيه اكس 8، يعني عندي 6 لينيات 8 لينيات في مونوم 2 سبير، تمام، يعني هما 6. المفروض برضو نعمل ايه؟ نروح نعمل سيرش عليها بنفس الاسلوب، تمام. وهنا قال لك ان عندك في اكس 4 لايتنج 1 سبير. الله، طب اشمعنى ده واشمعنى ده؟ هقول لك لا، هنا في حاجه اسمها بوش بوتون. البوش بوتون ده اللي هو بتاع الكوريدور. الكوريدور ما بيتحطلوش سويتشات، ما بتدوس على السويتش عشان تشغل السيركتس، لا، بتبقى نظام بوش بوتون، تمام كده، وهنعرف ان بالتفصيل الكلام ده قدام شويه، تمام كده. طيب يبقى احنا كده عرفنا الدنيا فيها ايه. نرجع تاني لبلان اللايتنج. طيب يبقى احنا كده عرفنا الموضوع ده. نخش برضو على مين؟ على اي ال بي 2 فيرست سكند، تمام. هقف عليها كده اللوحه، كنترول اي كنترول سي، اعمل هنا سيرش عشان اشوف عندي كام سيركتس. فايند، اقول له كنترول في، اقول له انتر. المفروض هنا يظهر كل السيركتس اللي مربوطه على اللوحه دي. طلعت كام؟ طلعت 11، وفي واحده اسم اللوحه هي، يعني 10. نتاكد ازاي؟ نتاكد، هندوس على التكست كده عشان تترتب. اهي اسم معانا، ادي واحد، وادي وادي 10، وادي 2، وهكذا، اللي هم كام؟ 10. طيب تعالى نشوف نفس اللوحه دي في السنجل لاين دياجرام اللي معانا، تمام. نروح للسنجل لاين دياجرام، نعمل فايند. هي المفروض اهي، المفروض اهي ال بي 2 سكند كام لينيا؟ اكس 9 و2 سبير. طيب 9 ليه بقى؟ هنا المفروض في مشكله شويه، ان هم 10 مش 9، تمام، ان هم 10 مش 9. نتاكد ازاي؟ نتاكد اهو فايند، تمام، هنعمل وندوس ايه؟ ندوس دي علشان لما تظهر بس الحاجة هنا، ندوس دي عشان يظهر كل السيركتس اللي معانا. هي كده كده 11، هنشيل منها دي، يعني معناها اللي هي 10 مش 9، تمام. فهي دي هتبقى كده غلطة في السنجل لاين دياجرام. نشوف كم واحدة. ادي رقم 1، تمام، ادي رقم 3، وادي رقم 5، تمام. لا، هم فعلا كام؟ هم فعلا 10. ادي 1، ادي التانية، التالتة، 4 5 6 7 8 9، هم فعلا 10، تمام، هم فعلا 10. طيب يبقى كده في ايه؟ في غلطة هنا في السنجل لاين دياجرام، تمام. ادي نعمل فايند برضو،
باسم اللوحه اللي هي اي ال بي 2 سكند. ادي فايند، تمام. اقول له فايند، ظهر لي الاسم اهو، او معامل من هنا كده عشان يظهر فعلا اهي. قال لي اللي هي هنا اكس 9، يعني معنى كده اللي هنا في واحده غلطه. بدل كده مسكت غلطه في التصميم، هبعت ار اف اي اللي هو ريكويست فور انفورميشن. يبقى كده درسنا. الدراسه دي مهمه جدا علشان تعرف الاسلوب اللي انت هتمشي بيه في الشوب درونج عامل ازاي. خلاص انت كده كل حاجه بدات توضح معاك. دراسه التصميم مهمه جدا جدا جدا، تمام. يبقى احنا كده درسنا الامور من ناحيه اللوحات ومن ناحيه السنجل لاين دايجرام. طيب نبص بقى في الليجنت، لازم يكون معانا الليجنت. ادي الليجنت اللي معانا، اول سيمبل معانا اللي هو ايه، ده الليجنت بتاعت اللايتنج اهي. طيب ادي التايب اللي هو نوعه اللي هو ايه، وادي السيمبل بتاعنا والديسكريبشن بتاع الكشاف ايه هو. بيقول لك ان ده ريسيزد ماونتد لومينير، ده كشاف 60 في 60. بيقول لك ان هو ليد، ماشي. كام واط؟ 32 واط، 3500 ليومن، والاي بي بتاعه 20. طبعا الحاجات دي ديزاين، تمام. ليه؟ لان انت اصلا في التصميم لما بتيجي بتشتغل بتيجي تعمل سبيكس لكشاف، موضوع كبير. فاحنا هنا يهمنا بس اللي احنا نعرف اللي هو كام واط، والسيمب كشوب درونج نعرف كام واط، ونعرف هل هو السيمبل ده موجود معانا هنا ولا لا. هو ده اللي يهمني كشوب درونج، لكن في التصميم الامور بتبقى مختلفه تماما. طيب هنا نفس الكلام، السيمبل ده اللي هو اسمه بي اللي هو ده سيرفيس ماونتد ليد لامب، ده 38 واط 4000 ليومن، الاي بي 65، الكلر بتاعه 4000 كي، تمام. بيقول لك سيميلر تو فيليبس، ان ده من كتالوج الفيندور ليست بتاعها من فيليبس. الكتالوج اللي هو دبليو تي 120 سي، ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الرقم ده لما اجي بخش عليه على الدايلكس وانا بعمل كالكوليشن، تمام، في حاجه اسمها فاميلي كود في الدايلكس. لما انا بكتب الرقم ده بيطلع لي بخش على الكتالوج على طول اللي فيه كل الحاجات دي، تمام كده. ده الاختصار بتاع دي دبليو تي 120 سي، تمام كده. طيب نيجي بعد كده للنوع رقم سي. ادي بيقول لك اللي هو ريسيزد، ده ليد طبعا، 49.5 واط، 3500 ليومن، الاي بي بتاعه 65، الكالر بتاعه ابيض، 4000 كي، تمام. سيميلر تو فيليبس، نفس الكلام، سي ار 43.4 بي، تمام. طيب دي معناها ايه؟ نفس الكلام لما اجي بخش على الدايلكس على الكتالوج، تمام، بدوس على ده، بضغط على الفاميلي كود بتاع ده، بيجيب لي الكتالوج بتاع الكشاف ده، تمام كده. طيب ودي هنفهمها بالتفصيل الممل لما نيجي المحاضره الجايه نشرح نعمل ازاي بلوكات التنفيذ، تمام. طيب اور ابروف ايكوال، يعني ايه ابروف ايكوال؟ الاستشاري تملي لما بيجي يعمل سبيكس لاي حاجه ويجي يخصص ليها فيندور ليست، ما بيحطش شركه واحده، بيحط كذا شركه. بس اهم حاجه لما تيجي تشتري الحاجه وتعمل امر الشراء اللي هو البي او، تمام، يكون ناب من داخل الفيندور ليست اللي اداها لك الاستشاري. لو خارج الفيندور ليست لازم تكون بنفس المواصفات دي، تمام، لازم تكون بنفس المواصفات اللي اداها لك الاستشاري. نفس الكلام السيمبل بتاع دي، ده السيمبل بتاعها اهو، ان ده كشاف ريسيزد 60 في 60، ده ليد، الباور موديول بتاعته 22 واط،
2200 ليومن اي بي بتاعه 44 ورم. بيقول لك برضو ان الكتالوج بتاعي دي ان 130 بي اور ابروف ايكوال. عرفنا يعني ايه ده وعرفنا يعني ايه اور ابروفد ايكوال. تمام، نفس الكلام للسيمبل بتاع الاي. تمام كده، نقرا برضو نفس الكلام. ريسيسد ماوت لومينير 60 في 60 ده ليد، الباور بتاعه 28 واط 2000 ليومن، اي بي بتاعته 44، الكالر بتاعي 3000 كي. بيقول لي ان هو سيميلر تو فيليبس كاتالوج، الكود بتاع الكشاف الفاميلي كود بتاعته اور ابروف ايكوال. تمام، نفس الكلام هنا في الكي، ماشي نفس التعريف كده اختلاف الحاجات. برضو في ال نفس الكلام. تمام، طيب المفروض بقى يكون كل السيمبل اللي هنا تكون موجودة هناك. تعمل ايه؟ هتيجي طبعا تشيك اللي انت تعمل عليها كليك كده، وتقف كليك يمين بالماوس وتدوس اهو، وتدوس كليك يمين تدوس سيلكت سيميلر. بدل دوس سيلكت سيميلر المفروض بيظهر لك الحاجات دي هنا. طبعا بص هو عم مش شرط يظهر او يعلم، بص هنا عمل لك الشكل ازاي اهو بعينك كده، بص لغاية ما تلقى الكشاف ده موجود معاك ولا مش موجود. اهو طبعا موجود معاك اهو. بنفس الطريقة بقى تعمل ايه لكل الكشافات اللي معاك. تمام، طبعا لازم كل الكشافات دي تكون موجودة. ممكن تدوس عليها كده لغاية ما تنزل وتدوس عليهم كده كلهم select similar، هتلقى ان شاء الله كل اللي ظهر ظهر معاك. تمام، هتلقى كله بص ادى لون عامل. يعني ايه؟ لو دوست سكيب هتلقى بص اللون اتغير ازاي اهو. تمام، طيب دي اول حاجه. بعد كده عايزين نشوف الكتالوجات، هل الكتالوجات موجوده معانا ولا لا؟ لازم تكون موجوده. ليه الكتالوج يكون موجود معانا؟ لان من الكتالوج بنيجي نعمل البعد الحقيقي للكشاف. لان الكتالوج ده بيقول لك ان الكشاف ده مثلا وليكن 120 في 30، فانت بتيجي ترسم البعد الحقيقي بتاعه في لما بتيجي ترسم الشوب درونج دي. كل ده بلوكات تصميم انا ماليش دعوه بيها. لما نيجي نشتغل ان شاء الله المحاضره الجايه هنعمل بلوكات التنفيذ. فبلوكات التنفيذ ده عمرك ما هتعرف ترسم البلوك التنفيذ من غير الكتالوجات اللي معاك. ليه؟ لان الكتالوج اصلا بيكون فيه الابعاد بتاعه الكشاف عامله ازاي، ودي حاجه مهمه جدا جدا في الموضوع بتاع اختيار الكشاف. تمام، من غيره مش هتعرف ترسم البعد الحقيقي خالص. تمام، الموضوع ده مهم جدا فوق ما تتخيله. تمام، اللي هو الكتالوجات بتاعه الكشاف. طيب عايزين نشوف الكتالوجات بتاعه الكشاف موجوده معانا، واحنا كده كده مش هندخل عليها. ليه؟ لان دي المره الجايه لما نيجي نعمل بلوكات بتاعه التنفيذ. تمام كده، هندخل بالتفصيل الممل نتعرف على الكتالوجات بتاعتنا. بس احنا طبعا لازم نشوف الكتالوجات. ادي الكتالوجات وادي الداتا طبعا اللي معانا اهي. تمام، ادي فيليبس كتالوج مدينا، ادي اليومينير بتاعنا، كل الكشافات كل الكتالوجات. ادي لو دخلت على ريسيزد هتلقى كل الكتالوجات اللي معانا اهي. طبعا هنفتحهم المره الجايه كده كده علشان خاطر نرسم البعد الحقيقي. بس انا كده هفتح وليكن اي كتالوج كده عشان اعرفك الفاميلي كود عامل ازاي. تمام، ليه؟ عشان برضو تفهم عمليا. هوريك الفاميلي كود وكده كده هنتعرف عليه بالتفصيل الممل المره اللي جايه. ادي الفاميلي كود بتاع الكشاف يا باشمهندسين، اللي هو سي ار 200 بي. تمام كده، سي ار 200 بي هو ده الفاميلي كود. تمام، وادي طبعا الشكل بتاع الكشاف، وادي البلاطات ال 60 في 60. تمام كده، طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي ندرس الرسومات التصميميه كويس جدا. يبقى احنا كده عرفنا تقريبا
كل الداتا، يبقى احنا كده جاهزين اللي احنا نبدأ نعمل الشوب درونج. تمام، المحاضرة دي مهمة جدا جدا، اللي انت تبدأ تفهم دراسة الحاجة عاملة ازاي، لان انت دلوقتي لو جيت ما عرفتش ان اللوحة دي وليكن بتغذي لغاية فين، ممكن تمشي بتيجي تعمل شوب درونج تاخد لينيا من هنا، ساعتها بقى الاستشاري هي يعني مش عارف يعمل ايه. فلازم تدرس الامور كويس جدا جدا جدا. عرفت هنا اللي في غلطة، تمام، ان اللوحة هنا دول هنا 10 في السنجل لاين دياجرام 9، بس هما اساسا 10. ليه؟ احنا بصينا هنا لقيناهم اللي هما 10، تمام كده. فالحاجات دي مهمة جدا 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 اللي انت تدرس الرسومات التصميمية. يبقى كده كل الداتا اللي معانا متاحة اللي احنا نشتغل في الشوب درونج. بداية اي مشروع هو اللي انا بعمله. اول حاجة في المحاضرة اللي فاتت عملنا الاكس ريف، بعد كده بعد ما بنعمل الاكس ريف بنبدأ بقى ندرس الرسومات التصميمية زي ما انا عملت كده. بعد كده المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نبدأ نعمل البلوكات التنفيذ، لان بلوكات التنفيذ غير بلوكات التصميم. تمام كده، وان شاء الله على يوم السبت او الحد بالكتير هيكون الفيديو نازل بتاع البلوكات التنفيذ. تمام كده، طيب. اتمنى لكم التوفيق وربنا يوفقكم، واتمنى اكون افدتكم. ماشي، السلام عليكم.